بونجور لكل مشاهدينا اللي عم بتابعوا ميك اوفر. صار عنا بعتقد اشخاص كثير بيتابعوا هالبروجرام وستات كثير عبالهم يشتركوا معنا. بحلقه اليوم معنا سيلفانا الحاج اللي مستنظره تغيير وميك اوفر. رح اعرف عن سيلفانا. اهلا وسهلا فيكي، خبرينا شوي عن حالك. بونجور. وبونجور، وخبرينا ليه عبالك تشتركي من بميك اوفر وشو مستنظره من كل هالاكسبيرينس. اول شيء ميرسي على استضافتكم، يعني محظوظه انه اكون على ال تي في، ومن بعد ما حضرتكم عده مرات بعده حلقات وشفت كيف تشينجز بتصير للست، خاصه انه بيتغير مودها حتى، يعني حبيت الديتاي اللي بتشتغلوا عليها، يعني تظهروا الشيء الحلو وتخفوا بركه ديتايات يمكن الست تكون عم تطلع بركه عقده او ما عم تعرف كيف تخشيها يعني. فاخذت هالستيب انه اقدم. و سيلفانا من امتى قدمتي؟ من فتره طويله يمكن فبريه. مزبوط. ولما شفتك اول ولما حكينا اول مره كنت قلتي لي هيك متردده تطلعي، لهيك رجعتي، لانه يمكن اوقات كثير الستات بس يحضرونا بحبوا بس بخافوا يمكن يتجرأوا يطلعوا، بس يعني شفنا بعدنا نحن كذا مره وبتصور انه خاصه انه بس تشوفي انه كله عم يتغير اللوك، يعني بتقولي ايه ليه لا، لانه انا حدا ما بيغير لوكي، يعني بحب الموضه وكل شيء، بس انه خاصه الشعر وهيك ما بلعب كثير بالالوان وهيك، بس حبيت هلا الموضه كيف يعني ممكن واحد يغير باطراف شعره بشي بيلبق للست. هيدا الهدف الاساسي نحن اللي بنشتغل عليه، انه الست اللي بتجي لعنا دائما نلحق الاشياء يلي بتلبق لها، الاشياء اللي بتحسن لها، الاشياء الاحلى فيها وممكن تخبي لها اشياء معينه. مثل ما قلتي انت، اوقات كثير ستات يمكن في اشياء ما بحبوها بحالهم، بالنهايه نحن مثل ما انا بقول دائما نحن ريل ومن، مش مثل المانكان الاجانب اللي بنشوفهم على بالمجلات. فدائما لما نحن نتمثل بهالسليبرتيز اللي بنشوفهم نرجع منطبق هيدا الشيء على حالنا ما بننجح، لانه كل ست لازم تعرف عن جد شو بيلبق لها وتطلع احلى شيء من 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 هيدا الشيء اللي بيلبق لها، ان كان من الالوان او من الكاتس، وهيدا الشيء اكيد اللي بيعطيها ثقه بالنفس وبيرجع بيعكس كل شيء بوزيتيف حواليها بحياتها، خاصه انه عم نسلم حالنا اشخاص بروفيشنال مثل حضرتكم، يعني حتى ايدك ما يصير. ثانك يو سيلفانا. سيلفانا انت ام لبلدين. مزبوط، بوجه لهم تحيه. عم يحضروك هلا مثل مدرسه. مزبوط. ولكل اللي عم يحضرونا، ايه، وبقول للستات يعني يتشجعوا خطوه حلوه. مزبوط. سيلفانا بعد بدك تقولي شيء. حبيت انه وقت كنت معك بالسوق انه كيف هيك حببتيني بقصص بركي انا ما كنت شايفه انه بتلبق لي وهيك، وخاصه بالبلاي يعني لفتيني النظر، انه انا مش ستيل البلاي يعني. مزبوط، انت مع شخص انه هو كومفورتابل وكل شيء. اكيد اكيد، انا وسيلفانا كنا بيتاثر الواحد اكيد يعني. اكيد 100%، يعني انا بنصح دائما جربي على طول، بقول للست جربي منك خسرانه شيء، وبنصح الستات لما يجربوا شغله ومش مقتنعين فيها يصوروا حالهم بالفستير ورجعوا شوفوا هالصور على رواق بالبيت. هلا عندك هالافانتاج، هلا مشكله المحلات بتسمح يمكن واحد يصور، بس في محلات ما عندها مشكل، بترجعي على رواق بتشوفي هاللوك كيف طالع عليكي هاللون، وعلى رواق فيك ترجعي هيك يو كان ميك اب يور مايند وتشتري هالقطعه، خاصه اذا الواحد تغير جسمه مع الوقت. اكيد 100%، يعني خاصه ادفايس منك بتحسي انه انا شفت صورك قبل، بس اكيد الست بتقطع بقصص بحياتها، يعني خاصه الام، يعني انا ام وبعرف ممكن يعني، بس مش غلط يعني دائما انه تلاقي الاشياء يلي بتلبق لك. نحن هيك بدي احكي كمان بريف شوي عن البادي شيب تبعك اللي اوريدي خبرتك اياها، بس للمشاهدين كمان تو جيت انسبايرد ويقدروا يعرفوا الاشياء كيف معقول تلبق لهم. البادي شيب تبعك هي اش، معناتها الكتاف والارداف بنفس يعني بنفس القياس، بس تحديد الخصر منه كثير محدد او كيرفد مثل البادي شيب الويت او الاكس يلي بحكي عنهم بحلقات سابقه. هيدي البادي شيب عاده انا بنصح الست انه ما تلبس اشياء سنتري على الخصر، ما تحط اشياء كشكار، ما تحط اشياء درابي على الخصر، وكل شيء محدد على الخصر جربي ابتعدي عنه. تفصل المنطقه 100%، تفصل هيدي المنطقه.
فينا نوقف سيلفانا هيك بنحكي انا وياك شوي اكثر عن البادي شيب. اذا عم نشوف مثل ما عم تشوفوا يعني الكتاف والارداف بنفس المستوى مع تحديد بسيط من ناحيه الخصر من هون. اهم شيء سيلفانا انه نحن بهالحاله نقدر نعمل مثل الوجن بالخصر. كيف بنعمل هالالوجن؟ بالجاكيت او المانتويات او الجيليات او التوبات اللي شوي سانتري بلا ما يكون مفتوحين من تحت بلا ما يكون في بلت. ما بدنا يكون في ابدا يقسم سانتور زناري يقسم هالمنطقه. والكيرف اللي بيتجه بهيدي الجاكيت مثل ما بنشوف بالسوق عاده في عندي كيرف كثير وفي عندك وحده بسيطه بدها تكون انجأ باظبطها سانتري لنعطي هالالوجن. اذا بدها تكون كثير سانتري تفضلي فيك تعدي. اذا بدها تكون كثير سانتري رح تعطي ما رح تطلع يعني الفت ما رح تكون منيحه. واهم شيء لما نجيب التياب يكون الفت عن جد ضابط على جسم المراه. اوقات كثير بتشوفي ستات لابسين شيء الجاكيت مش ايه يعني بتحسي في شيء طالع مثلا بتحسي التوب هيك قابه من شيء محل لانه الفت ما بتكون مضبوط عليها. هيدي شغله. الاشياء اللي كثير بتلبق لهالبادي شيب هن الاشياء الضيقه بس مش المولانت على قد الجسم. الاشياء مش كثير واسعه اكيد ما بنصح بالشيء الواسع على البادي شيب القعش. لازم تكون اشياء على قد الجسم بس مهم ما تكون ليكرا او ما تكون ضيقه مولانت مثل ما سبق وقلت. الالوان هيك رح اقول بريفلي بس قبل ما اسلم السيجمنت اللي بعدي. انت يور ديب بيرسون حدا اسمر مثل ما حكينا الالوان الغامقه هي بتلبق لك بامتياز. الالوان الفاتحه لما بس بنصحك دائما تخطي معها الوان غامقه دائما بتعطي على وجهك اكلة حلو. نحن خلص وقتنا رح نرجع نكمل حديثنا انا وياك بخلال النهار واكيد رح نشوف الاكسبرتس جورج وميا المندلع للشعر اللي رح يخبرونا شو اللوك اللي رح نحضره لليوم. ثانك يو سيلفانا. نحن رح نرجع نشوفك اكيد بعد شوي مع المشاهدين. رح نتوقف هلا مع بريك ومن بعدها مع اي ويتنس.